شيء الحاصل البيت الحصة قاعدة في ال جيتي على الإسرة دي البيت دي هم من قاعدين في التكرة أباتا هم من قاعدين هم من جمالة تدور تجري جرايتا هو الراجل ده باهن لا كمان ما أبوه جنبه شالوه زواجوه للراجل ده الراجل ده بقوله هو تاجر كبير إن له مال وهو الراجل ده أبوه خسر زواجها بكم مليار يعني ما نقدر نقول زواج ده يعني أبوه ده قلت شكما ده مسوق كان بنيتك بس قدر تشيفة شيء اللي بيوصف لك كهي مرة كي تدورة يعني قد لي نفسها عشان هي مرة كله ما في بس نادم انت بني ادم تمام ما حيوان تخسد بيت مشي لا تشيلها تمشي ترقد ما ده ذاتك يعني فدية فدية للبني ادم ده يعني ده فيل انا الحيوان ما انا بني ادم 13 سنة ويلدوها في سنة 2006 وقت ثورة جو دخلوا في نجمينا وكما قبلتهم ده في نفس الوقت ده في شهر ابريل يوم 13 ده بس بيلدوا اباتنا البيت بس ابوه من وقت زوجها وشالوها بيت ده ودوها في الجاردين برا مشوا دخلوها يعني سووها مرة كم يوم ابات اخرين قال هنا ابوه ده ما رد يعني ما حسدوا يا جو علمهم للكومبا جان تيتلر عبد الله وما الارجوين ده جو كلمهم هم من قاموا حرب تفتيش مشوا فتشوا كيف الراجل ده هو جرى ما لقوا جو لقوا الابو كربو مسكوه الام ذات مرض يعني هي كل باقي قاعد بدموع البيت كل مرض يعني في جاردن ده كوره كتك شيطان كل ما جالا جا سعدا كان زوجها وكان خلا بس جيس كتم 18 سنه كي يرفض بس دخلها كل والبتان ولا مشكله فيه والقانون كمان قاعد ونجروا ان شاء الله وواكد مشوا بيفتشوا الراجل ده من جرى ده جندار بس قاعدين قاعد بحارس في بيت ده قاعدين ما يلور يقربوا اما بيقول يا جرادي شان هو يسد المال وحكومه كله هو بشكلها الناس المتعاملين ما نكون هم كل على القانون اللي جروا لهم